السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا شباب. على السريع أنا بغير أنا بغير أقمشة للسيارة، أقمشة أمامية، واللي حب يعني يشوف قطع القماش حق السيارة هذا هو يا شباب. زي ما أنتم شايفين كي كدنز أمامي، هذه بالأقمشة الممتازة يا شباب اللي مصين يعني توصلكم فيها، هي تقريبا ما شاء الله تعمر معك على حسب الاستهلاك أو تتغير على كل 60 إلى 80 ألف، تشيك عليها شباب والله تغيرها إذا كانت ممسوحة. أنا عندي تقريبا استهلكت اللي كانت عندي، وهذا رقم القطع يا شباب، أخذتها تقريبا في حدود 265 ريال يا شباب. أوكي، أقمشة أمامية كيا كادينز يا شباب، هذه رقم القطع اللي وريتكم إياها طبعا يا شباب، وقلت حبيت أفيدكم بسعر القطعة هذه للي حب يسأل على أقمشة الكيا كادينز. الأقمشة الخلفية يا شباب سعرها في حدود ما بين 170 إلى 180 يا شباب. طبعا هذا الموقع المحل الرياده، الرياده العربيه في بني مالك يا شباب في جده. هذه ما شاء الله الامانه الاقمشه عنده شباب برضه ممتازه، يعني ما شاء الله تبارك الله، لقى القماش تشتري تقريبا حدود 260، ولكن للامانه يا شباب يعمر معك والله او على حسب الاستهلاك، بس ما شاء الله تمشيك ال 50 ألف وتمرتاح. اوكي، والخلفيه عنده تقريبا حدود 170 الى 180. يلا يا شباب بالتوفيق ان شاء الله.